السلام عليكم ورحمة الله. جمعة مباركة للجميع، ربي يفتحها علينا وعليكم إن شاء الله. اليوم اخترت لكم وصفة تقليدية محضة بتشكيلة متنوعة من الخضروات مع بعض الرتوشات الطفيفة. نبدأ على بركة الله المقادير. عندنا قطعة من اللحم، 2 حبات لفت، 1 بطاطا، 1 جريوات، بصلة كبيرة مفرومة، وأكيد تشكيلة التوابل. روحوا مع بعض في طنجرة، نحط الزيت 2 إلى 4 ملاعق زيت، نضيف اللحم والبصل على نار هادئة حتى يتقلوا، ثم نضيف طماطم المرحية والتوابل. التوابل عندنا طماطم مصبرة، فلفل أحمر، ثوم، كزبرة مرحي، كركم، زنجبيل والملح. واللي يحب يضيف توابل أخرى لا عليه. نقليهم مليح باش ياخذ اللحم بنة التوابل. نضيف كاس ماء سخون جدا باش ما تتحرقش معانا التوابل. نخليهم 5 دقائق ثم نمرق حتى يتغطى اللحم. نسكر الكوكوت باش ما يطولش في الطياب. بعد 20 دقيقة نفتح عليه لاحظي معايا. هنا راني نغلق في الكوكوت. بعد مرور 20 دقيقة نفتح عليها ونضيف اللوبيا والجزر واللفت، ونخليه يغلي، ثم نضيف البطاطا والجريوات. نغلق ونخليه يطيب غير بالعقل. أما بالنسبة لتيكور بابين، عندنا 4 كيسان شيشة متوسطة، ملح، 1/2 كأس زيت، شحمة مفرومة مقدار 2 كبيرتين، فلفل أحمر، ثوم، طماطم، كزبر. كما راكي تلاحظي تشكيلة التوابل. نعناع يابس، يمكن استعمال النعناع الأخضر. هنا أخذت مقدار كأس من المرق وضفته للخليط التوابل. نخلط ونضيف قليل من الماء، نخلط كل شيء مع بعض حتى تسلم معنا العجينة. هنا تبعي فقط الخطوات، ما تطلبش معنا الشرح، فقط لاحظي الصور. نقسم العجينة تاعي إلى كويرات صغيرة. هنا 4 كيسان، قسمت العجينة إلى 6 كريات. طريقة سهلة وبسيطة وناجحة 100% بدون بيض. فقط نمسح يدي بالماء باش تتكور لي مليح. لا
لاحظي معايا الطريقة بصورة واضحة. حتى نكملهم وكل نحطهم داخل المرق تاعنا على نار هادئة. هنا النصيحة حذاري أنك تحركيهم، لو حركتيهم رايحة تتفتت معك. أنا هنا خذيت لي 45 دقيقة في الطياب. لاحظي المرق تاعنا كربابة مازالت حاكمة روحة ناجحة، والمرق صافية. نقسم لك حبة وتشوفيها من الداخل. نخلي المرق تاعنا حتى يطيب. لاحظي معايا رايت مليحة. وفي الأخير أحبائي، إذا كنتم لأول مرة تزورونا ففعلوا زر الجرس واضغطوا على الاشتراك، لأنه معنا كل يوم جديد. وإذا أعجبكم الفيديو طبعا ما تنسوناش باللايك. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.